السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم غادي ندوز نقدم معكم دجاجه في الفرن. دجاجه في الفرن اللي كيجيب واحد المذاق هائل. بونجور ا توس، aujourd'hui je vous présente poulet au four avec un goût délicieux. نبداو بطريقه التحضير. نبداو بالمقادير. بعدا المهم عندي هنايا دجاجه كامله ما كتشوفوا قطعتها، un poulet, une coupure en dés, comme ça, en morceaux, pardon, comme après tout. Quand vous voulez mettre des cuisses, l'ail, quand vous voulez. Et après tout, vous allez faire le frais pour eux, vous allez faire le genou, comme les chiens. Maintenant, je vais déjà couper ça. Un poulet en dés, je coupe en petits morceaux. Alors, qu'est-ce que je fais? عندي هنا نبداو ب عندي هنا بسكويرة كافي دو جونجومبا، ملعقة صغيرة من الجنجبير أي سكنجبير، بسكويرة كافي دو بابريكا، ملعقة صغيرة ديال الفلفل الأحمر أي تحميرة، دمي كويير أكافي دو بوافر، نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود أي الإبزار، الملح سيل كم فولي بحسب الذوق. عندي هنا لاي أون بودر، نصف كويير أكافي دو لاي أون بودر، ملعقة مملوءة صغيرة مملوءة من ثوم بودرة، ولكم الاختيار تقدرو ديرو ثوم عادي. عندي هنايا الحار بيمون، لكم الاختيار تقدروا ديروه ولا تسخنوا عليه. ندير نص ملعقه صغيره. عندي هنا غون كويير اسكوب دو لا موطارد، ملعقه كبيره من الموطارد، استسمح. عندي هنايا ملعقة كبيرة أن غون كويير دو ميال، ملعقة كبيرة من العسل، ويل دو سيزام، زيت الزنجلان، كذلك أن غون كويير سوب دو ويل دو سيزام، ملعقة كبيرة من زيت السمسم أي زيت الزنجلان. سيبقولي كتجي غزالة هاد لاصوص مع الدجاج في الفران، كتجي غزالة. غون كويير أسوب دو سويا صوص صوجا، ملعقة كبيرة مملوءة من الصوجا، باردون فينيغر الخل، تقدروا ديروا الخل الاخر او الحامض كوم فو فولي، سيترون فينيغر، ملعقه كبيره مملوءه من الخل، ان غون كويير سوب دو فينيغر. واللي عنده هذا يقدر يديرو، هذا راه حلو يقدر يديرو، لكم الاختيار كوم فو فولي. انا غنعمل منه ملعقه كبيره، اللي ما عندوش يكتفي غير بالعسل. غون كويير السوب كيجي الصراحة كيجي غزال، اللي ما عندوش يكتفي بالعسل كون زافي با ميتي كو دي ميال. اي فوالا، كنخلطو الخليط ديالنا كلو كيف ما كتشوفو. شكرا
نسجنها برضو. شوف لاصوص كي كتجي فيه وحده ريحه الصراحه غزاله. خلصت الخالي ديالنا كله، كناخذ الدجاج ديالي كما كتشوف. كيف ما قلت لكم بغيتو ديروا الكويس، بغيتو ديروا الاجنحه كيف ما بغيتو. كنفلحهم هكا باش يدخلهم لاصوص. جناح تصور انا خديت الدجاج هكا كيف ما قلت لكم اونتي وعملت لها هكا. الصراحه زقوني كتجي غزاله هكا كيف ما كتشوفوا. حتى كنفلحهم هكا باش كتدخلهم هاد التغميره هادي، ندخلهم لاصوص مزيان. فوالا كنبقى حتى كنكمل الدجاج ديالنا هذا البلون. شوفوا البلون حتى هو كيجي زوين، غير كيكون ناش مع التغميره كيجي فرن كيجي زوين. سي بور سا انا كيعجبني البلون انا، سي بور سا كنخلط، ما كنديرش كويس بوحدهم ولا شمح. كيعجبني بلون بزاف. ايوا فوالا نبقى تنكمل كلشي. دابا غنخدم يديا وكنخلط كما كتشوفوا. المقادير كلها حتى كتدخل فيه. صدقوني واحد الريحه كتعطي منه غزاله مع زيت الجنجلان والصوص الجار. صافي واحد الريحه الصراحه غزاله. كيبقى لنا الخير هو الطحين لا فارين، دي مجلخه كاع لا فارين باش كيعطي واحد القروشه في الدقيق الابيض. هنا ان غون كويير سوب دو فارين اي فوالا. هادي كتعطي واحد القرمشه زوينه ملي كيدخل الفران. كنبقى نخلط فيه حتى كيدخل كلو مزيان. يا سلام بعد كنرافقو مع البطاطا ولا الخضر اللي عندكم ترافقوها معاه. فوالا كيدخل مزيان داخل. كنحاول ندخل فيه هاد لاصوص مزيان. شنو المشكل تخدمو يديكم يدين هما؟ كيعجبني نخدم بيدي الصراحة، شي مشي مولفة كيفما كتشوفو. أنا رقصتهم في هاد الشرمولة ديالهم. ألور أون ليس غوبوزي أون أوغ يا بخي أون مي دو لو فوغ. نخليوهم يرقادو واحد ساعة المكانة، غنغطي عليهم بسلوفان ونخليهم يرقادو واحد ساعة المكانة ومن بعد نديرهم في فور. نوريكم دوز نوريكم كيفاش جاو. كيف ما كتشوفوا معايا هو الدجاج ديالنا بعد ما رقد واحد ساعة المكانة خليته رقد في الإقامة ديالو. غادي ناخد هاد اللطة هادي الشبكة باش نخشي في الفران. تشوفوا نص الدجاج ديالي على الطريقة هادي، ما كياخدش الوقت نص ساعة، كيطاب نص ساعة كيطاب مزيان. شوف أنا هدا الصدر هدا العنق ديالو. التسبيله هذه كيجي الصراحه كيجي غزال. بقى على الطريقه هذه حتى كنكملوا. كيف ما قلت لكم الا بغيتوا ديروا الجناح بوحدهم، بغيتوا ديروا غير الفخاد كيف ما بغيتوا. التسبيله اللي بقات فيه صافي كنخشي في الفران. انا ديجا شعلت الفران ديالي ديجا لي من الفوغ هلا غنديرو في الفوغ ديالنا ونخليه نتلاقاو. هاد الدجاج ديالي جبته من الفور باقي سخون كيف ما كتشوفوا، تحمر مزيان. ما بقى ليا الا ونقدمه. هذا هو الشكل ديالو راه تحمر زوين.
قليل واحد المنتج ونتلاقاو. كيفما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالو، رافقتو مع هاد لاصوص، هذا حلوه كتجي زوينه. هاد لاصوص اللي كنت قلت لكم باش ديروها مع ما كانش ديروا المايونيز، كيتشف مايونيز. ناخذ معكم واحد الطبق زعما الصراحه كيجي غزال. يا سلام، سمحوا لي. هذا هو الشكل النهائي ديالو. الى عجبتكم هذه الوصفه ما تنساوش ديروا لي لايك، والى اللقاء، والى وصفه مقبله ان شاء الله. الى اللقاء، وشكرا، شكرا كثيرا للقاء.